بقيت كل لما اسال حد احنا ليه ربنا خلقنا يقول لي عشان نعبده، اقول له يعني ربنا محتاج عبادتنا دي في حاجه؟ يقول لي لا طبعا ربنا مش محتاج عبادتنا دي اساسا. اقول له الله، طب ليه ربنا خلقنا عشان نعمل حاجه هو سبحانه وتعالى مش محتاجها اساسا؟ بلاقي ساعتها الرد على طول قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انت هتكفر ولا ايه؟ ما تفكرش التفكير ده خالص. قلت ماشي اذا كان هو ده الحل حاضر مش هفكر واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والدنيا فعلا شغلتني ونسيتني وما بقاش عندي وقت اساسا افكر في الموضوع ده. بس بعد فتره لقيت نفسي عامل زي اللي بيحفر حفره وهو مش عارف هو بيحفرها ليه. اديني لقيت الناس بتحفر فبحفر معاها. طب يا ابني انت مش تفهم انت بتحفر ليه؟ لا والله انا بحفر لدرجه اني مش فاضي اعرف انا بحفر ليه. ومع الوقت بقيت مرعوب ان يمكن اكون بحفر غلط اصلا، مش يمكن الصح اني ما احفرش. حسيت ان يوم القيامه هقف مع الناس اللي ربنا هيسالهم انتوا ازاي في حاجه شغلتكم عن ان انتوا تعرفوني. حتى كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. انت ازاي عشت ومت بدون ما تعرف حكمة ربنا وحتى ما قرأتش الآيات عشان تحاول توصل لها؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ أمال انت كنت بتعمل ايه؟ وساعتها الرد فعلا هيكون محبط جدا. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. مفيش رد، اصلا هترد هتقول ايه؟ لا انا عن نفسي قررت اني لازم افهم وهعيش حياتي كلها وانا بحاول اوصل لربنا. ولحد دلوقتي وصلت لجزء مهم جدا من الإجابة، لما لقيت ان اول حد سأل السؤال بتاعي ده هم الملائكة وقبل حتى ما يكون في بشر. اول لما ربنا قال لهم اني جاعل في الارض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أول حاجة قالوها ليه يبقى في مخلوق بيفسد في الأرض؟ وبالظبط هو ده اللي أنا كنت بدور عليه. وهم كمان زودوا وقالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني لو على العبادة من الملائكة بيعبدوا ربنا. بقيت متحمس جدا وحاسس إني قربت أحط إيدي على الإجابة، بس رد ربنا سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون. لا لسه الإجابة مش دلوقتي. كملت قراءة لقيت وعلم آدم الأسماء كلها. ربنا علم سيدنا آدم أسماء كل حاجة، ده شجر وده حجر وده بحر وده نهر، وعلمه اللغة، علمه الكلام. لحد اللحظة دي ما كانش فيه أي مخلوق أعلم من الملائكة. وربنا سأل الملائكة عن أسماء الحاجات دي والملائكة ما قدروش يقولوا، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. وقف سيدنا آدم يقول للملائكة معلومات هم مش عارفينها. انتوا متخيلين الملائكة دي مخلوقات إمكانياتها وقدراتها عاملة إزاي؟ سيدنا جبريل عليه السلام لما نزل يعذب قوم لوط رفع قرية كاملة وقلبها على راسها. ملك الموت ربنا مديله قدرة إنه ياخد روح 100 واحد في نفس الثانية في أماكن مختلفة على كوكب الأرض. انتوا متخيلين شكل الملك ده عامل ازاي؟ فلما ملائكة بالقدرات دي ربنا يسألهم سؤال ما يعرفوش اجابته ويطلب من سيدنا ادم ان هو اللي يقول لهم اجابته، وبعد كده يطلب من الملائكة انهم يسجدوا لسيدنا ادم. يعني انا ربنا فضلني على المخلوقات دي؟ يعني انا ربنا اداني عقل يستوعب معلومات الملائكة نفسهم ما كانوش يعرفوها؟ اداني عقل ولغة يخلي العالم اللي قضى حياته كلها في بحث بيكتب النتيجة اللي وصل لها في سطر واحد عشان يجي العالم اللي بعده يقرأ خلاصة سنين وابحاث العالم اللي قبله في اقل من دقيقة، وخلاني على قد ما انا مخلوق ضعيف انما بالعقل والعلم وصلت ان انا اقدر اطير وقدراتي بقى فيها شبه من قدرات الملائكة، وبالعقل والعلم اخترعت قنبلة ممكن تنسف بلد كاملة. ربنا اداني عقل عبارة عن معجزة، وهي ان عقلي ده هيوصلني لربنا بدون ما اشوفه. الملائكة خلاص بيكلموا ربنا فما قدامهمش اي حاجة غير انهم يعبدوه، انما احنا المعجزة الحقيقية، هنوصل لربنا وهنحبه بدون ما نشوفه. ووجودي في الدنيا هنا عشان احقق المعجزة دي. ربنا خلقني بعقله ونفخ فيا من روحه عشان اوصله بكل سهولة. ربنا خلقني بخصائص تخليني احبه حب مبني على ان ده اختياري مش هو اجبرني عليه. فهمت العظمة في العلاقة بيني وبين ربنا. عبادتي مش هتضر ولا تنفع ربنا، بس هي دي الطريقة اللي انا ببني بيها علاقتي مع ربنا، هي دي اسهل طريقه ممكن اوصل بيها لربنا. لو عبدته وامنت بيه معنى كده اني حبيته بجد بالافعال مش بس بالكلام. عشان كده ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. العباده دي هي محصله قراري واثباته مش اكتر. بقيت في سعاده مش طبيعيه وانا فاهم انا هنا بثبت ايه. هي فعلا مهمه صعبه، بس فرحتها الحقيقيه لما اروح لربنا ويقول لي اني نجحت، ولحد اللحظه اللي هقابل فيها ربنا انا هعيش وانا بحاول اوصل اكتر ربنا عايز مني ايه تاني في الدنيا عشان ابقى كملت الاجابه. لاني متاكد ان كل واحد فينا ليه لقطه غير التاني، والا كان ربنا خلقنا كلنا شكل واحد وعقل واحد وتفكير واحد. احمد تحديدا هيكون سبب في سعاده مجموعه معينه من الناس. محمد هيجبر بخاطر حد. في واحد كانت لقطته انه سقى كلب فدخل الجنه. كلنا هنا عشان نوصل لربنا، بس كل واحد فينا ليه لقطه بتخلي لوجوده هو تحديدا معنى. وانا عن نفسي هعيش حياتي وانا بدور على اللقطه دي.